هو صغير سناً ولكنه كبير فناً، نضج كروياً بشكل كبير وبات واحداً من أفضل اللاعبين الأجانب المحترفين في الدوري المصري الممتاز على مدار المواسم القليلة الماضية. هو النجم الإيفواري رزاق سيسي. وعاد رزاق سيسي من جديد للمشاركة في المباريات بقميص الزمالك خلال المواجهتين الوديتين اللتين خاضهما الفارس الأبيض، استعداداً لاستئناف الدوري أمام كل من بايونير والترسانة، حيث تعافى الفيل الإيفواري من الإصابة الطويلة التي تعرض لها وظهر بمستويات مبشرة تعينه على التوهج في صفوف أبناء مدرسة الفن والهندسة. سيسي صاحب 22 عاماً لفت الأنظار إليه بشدة مع قدومه لمصر وانضمامه لصفوف أسوان في موسم 2016-2017، ليعلن الزمالك عن ضمه والحصول على خدماته، إلى أن قلة خبرة اللاعب في ذلك الوقت ووجود أكثر من نجم مميز يشغل نفس مركزه تسبب في إعارته لصفوف الاتحاد السكندري بعد 6 أشهر من انضمامه، حيث لم يشارك سوى في 6 مباريات بقميص الزمالك نجح خلالها في صناعة هدف وحيد. وقدم رزاق سيسي منذ إعارته لصفوف الاتحاد السكندري في شتاء عام 2018 وحتى نهاية الموسم المنصرم مستويات فنية مبهرة، حيث تألق بشدة بالقميص الأخضر وأظهر موهبة فذة ونادرة. دعت الزمالك لاستعادة خدماته وعودته من جديد لقلعة ميت عقبة والاستفادة بإمكانياته الفنية الكبيرة، وشارك سيسي في 104 مباريات رسمية بقميص الاتحاد السكندري، نجح خلالها في صناعة الفارق خلال 40 مشهداً مضيئاً بتسجيل 26 هدفاً وصناعة 14 آخراً لزملائه. رزاق سيسي الفيل الإيفواري الموهوب عاد من جديد للظهور بقميص أبناء ميت عقبة، حالماً بتألق كبير يساهم من خلاله في انتصارات وأمجاد النادي الملكي العريق.